السلام عليكم، معكم شريفة فيصل من مكتب توصيل. توصيل عبارة عن خدمة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، عبارة عن خدمة تخليص المعاملات. الخدمة متواجدة حاليا في دبي وبوظبي والشارجة، وإن شاء الله راح نفتتح في رأس الخيمة وفي الجيرة. هو عبارة عن مكتب متنقل، السيارة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة. حاليا طالبين استشاري سعادة المتعاملين. الوظيفة حاليا محتاجين فيها عدد كبير من الكوادر الوطنية، محتاجين مواطنين جواز وجنسية.